بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سلام الله عليكم جميعا. مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، ديما تنقول لكم على أن هاد الحكيين ما لا يكلفوننا جهدا فأننا نبحثوا باش نردوا عليهم، لأن هاد الناس ديما كيتيروا صراعهم. سبحان الله العظيم، عندهم واحد الخصلة سميتها الغباء، دائما كيتعاملوا بها في الهجوم على المغرب. وكلما زاد مستوى التطبيل والتملق عند الجزائري، كلما اظهر غباءه اكثر. دابا تشوف واحد المثال ديال واحد الشخص تعرفوه، راه صحفي سميتو حفصي، دابا ندير لكم الصوره ديالو، دابا تشوفوا الصوره ديالو، نديرها نبدا بالصوره ديالو، ديك الطلعه ديالو الباهيه باش تعرفوه شكون هو. المهم انتم غتشوفوا شنو. حتى جاب واحد الفيديو فيه السي عبد اللطيف الوديي كاتب دولة دفاع، ومعه واحد الضابط سان كولونيل في الحرس الملكي، وكاين واحد الشخص اللي فهمت انا من الفيديو، انا ما عنديش معلومات عليه، ولكن اللي فهمت على ان ماكرون يكرم واحد من المغاربه اللي شاركوا في تحرير فرنسا في الحرب العالميه الثانيه. هادشي اللي فهمت من الفيديو. هو جابوا على اساس انه يستهزئ من المغاربه في هذا الصراع القائم بيننا وبين المغرب وبين فرنسا. تفرجوا في الفيديو ونرجع باش نتوسعوا في النقاش، باش نرد على هاد المتملق، هاد المنبطح، ومشي نرد عليه باش ندوز ليه المصلوح لانه غبي، وغادي نشرح لكم علاش. تفرجوا. شفتوا الفيديو وفهمتوا داكشي اللي فهمت، لهذا انا غادي نرد على هذا الغبي، لانه غبي. اولا اللي فهمت انا هو قال بان كاتب الدوله في الدفاع ادى التحيه الرئيس ماكرون. نبداو من البدايه. اولا ايها الغبي، لانكم شعب للاسف شعب صراحه ما كتفهموش، ما تعلمتوش، ما عندكمش سافوار فير، يعني ما قراوكمش ما علموكمش. اولا ايها الغبي، التحيه العسكريه هي واجب على كل جندي او شرطي او اي شخص تيلبس النظام اللباس الزي النظامي وعنده شيء اسمه تحية العسكرية. هاد التحية العسكرية عندها الناس اللي خصك تعطيهم التحية العسكرية. داخل القوات المسلحة كتعطي لو بلوغرادي، يعني من الصغير للكبير، وحتى الكبير كيرد التحية للصغير اللي كيأدي ليه التحية. هذا هي شيء ضروري داخل القوات المسلحة أو الشرطة.
سميتها التحية العسكرية. دائما نرجعوا لتاريخها وكيفاش تسنات. مهم. وكاين من غير تسلسل داخل القوات اللي هو الموانغرادي أو الأقل رتبة كيأدي التحية الأكثر الرتبة لأعلى وهذا هو ملزم أنه يرتدي التحية. كاين ما يسمى بالفرنسية لزيون دغوا، أي اللي كيعلمهم داخل المؤسسات العسكرية والشيء العسكرية وحتى الشرطة وحتى الناس ديال الوقاية المدنية، كاين الناس اللي كيتسموا لزيون دغوا، يعني الأشخاص والمسؤولين اللي الواجب عليك أنك تعطيهم التحية العسكرية، منهم رؤساء والوزراء. مثلا احنا في البلاد عارفين اول واحد هو جلالة الملك، لانه اولا ملك استنشاف داتا، ثم قائد اعلى ورئيس اركان الحرب العامة للقوات المسلحة، وكذلك تهبط رئيس حكومة توبر من زيون دروال والوزراء العمال البرلمانيين وكل المسؤولين كيتسموا لزيون دروال تعطيهم التحية العسكرية. وايضا كاين حتى الناس الاجانب اللي هما رؤساء الدول والوزراء والسفراء والمسؤولين والمسؤولين داخل الامم المتحده، هادو تا هما كيتسموا لي زيون دروا، اللي الواجب انك تعطيهم التحيه العسكريه. هذه وحده باش تفهمها ايها الخبير. ثانيا، هذاك السيد اللي ادى التحيه ولابس التوني، هذاك ماشي هو كاتب الدوله في الدفاع، هذاك ستان كولونيل، هذاك ضابط كولونيل الحرس الملكي. انا شفت بلي منه ضابط او كولونيل في الحرس الملكي، كولونيل بلا عقيد في الحرس الملكي، ادى التحيه لماكرون اللي هو رئيس الدوله الفرنسيه. بغض النظر على المشاكل والصراع، هاد التحيه العسكريه هي واجب، لان ايها الغبي حتى في الحروب، حتى في الحروب الضباط وضباط الصف خلال الحروب تأديوا التحية حتى الأعداء ديالهم، كيحدوا لهم التحية من تجلسوا يتناقشوا مثلا استسلام أو أخذ الجرحى، من كيتلاقاو هما في عز ديال الحرب يؤدون التحية لبعضهم، لأن هي جزء من الحياة العسكرية. إذا هذاك الكولونيل أدى التحية الرئيس الفرنسي قام بالواجب ديالو، بغض النظر على واش عندنا مشاكل ولا ما عندناش مشاكل. انتم شعب ما عرفش نوصفكم، والله ما عرفت نوصفكم، ما عرفش نوصفك، كيفاش نوصفكم هاد الكميه وهاد الحجم ديال الغباء اللي عندكم، والله احتار فيه. هذاك السيد ادى التحيه لرئيس دوله اللي هو ايمانويل ماكرون بصفته رئيس دوله، بغض النظر على ما قيل ويقال والصراع، هذا شيء اخر. اما التحيه العسكريه هي جزء من منظومه العمل داخل المؤسسات العسكريه والشيء العسكري، انك الضابط ستان كولونيل ادى التحيه. ولانك غبي لو انك كلفت نفسك ان تتعلم وتقرا، من شتي كاتب الدوله في الدفاع ديال الدوله المغربيه، رجع وقلب شكون هو، غتلقاه هو السي عبد اللطيف الودي اللي لابس الكومبلي الزرق اللي واقف في الوسط، ماشي هو اللي لابس الكسوه. ولكن لانك جزائري والجزائري هو الغباء وجهان لعملة واحدة، لم تكلف نفسك البحث وتعرف بأن السي عبد اللطيف الودي ماشي عسكري، هو شخصية مدنية، هو عنده صفة وزير، لأن كاتب الدولة هي جزء أو رتبة من رتب الوزارات، كاين كاتب الدولة، كاين الوزير، كاين وزير الدولة، المهم هذا موضوع آخر. هذاك السيد الدور ديالو هو تدبير إدارة الدفاع المملكة المغربية. اذا لو كلفتي نفسك تمشي تبحث غتلقاه ماشي هو اللي لابس الكسوه، هذاك اللي ادى التحيه العسكريه ستان كولونيل في الحرس الملكي، اما الوزير اللي هو السي عبد اللطيف الودي اللي لابس الكومبلي الزرق اللي واقف بين العسكري وبين هذاك السيد، ذاك السيد اللي كيتكرم واللي راه سلم عليه ايمانويل ماكرون. هذا هو المشكل، مشكلكم ايها الجزائريون، مشكلكم ومشكلتنا حنا، مشكلتنا اننا طايحين في بول عوج. الناس عندهم صراع وحروب مع شعوب ذكية، شعوب راقية، فلسطينيين يحاربون إسرائيل، روسيا تحارب أوكرانيا، الهند والصين على أعداء، ولو أنهم حنا طحنا مع هذا المصير. الحقد
والكراهية والحسد والغباء. عرفتي ملي كيتجمعو هاد الربعة عرفتي بومب نيكليير قنبلة نووية. هذا أنا شرحت لك الأمور كيفاش كتمشى أيها كيفاش كتمشى أيها الغبي. ودابا أنوريك شكون هو اللي كيضرب السلام لسيدو. قبل ما ندوز كيضرب السلام لسيدو غنشرح لك بأن داخل العلاقات الدولية راه لا يعني ما كتكونش القطيعة، راه في عز صراع بين الشرق والغرب بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة أو المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي. كانت أشياء كاين واحد الأمور تسمى الأبواب الخلفية يتم فيها النقاش وتحديد الخلافات، لأن هذه عقلية الدول ماشي عقلية الجزائري. عقليتكم صاحبي راه متخلفة، راه في الصراع ديال الدول كتبقى الأبواب الخلفية كيبقى النقاش. راه ماشي مدابزين في حومة، هذه راه دول ومنظومات سياسية ومصالح متداخلة. كاين الخلاف ولكن راه كاين واحد السقف إطار الدبلوماسي ما تعرفوش نتوما، لأن ما عمركم كنتو دولة وما عندكمش مقومات الدولة وما عندكمش رجالات الدولة وما عندكمش آلية الدولة، ولا تصلحون أن تكونوا دولة، أنتم تجمع بشري قوامه الغباء. بغيت نوريك تملق الانبطاح. النهار اللي قال لكم ماكرون أنكم ماشي أمة صدق الرجل، صدق، واستقبلته بالأحضان وعنقته في الشوارع كتبوت ليه يبدو وبيان فيني ميسي لي بريزيدون تاعنا كنت البوسان. من بعد قبل كنستقبلو الرئيس ديالك تبون وهو جاي عنده هو يعطيه التحية، دار لها بحال هكا ماشي حتى التحية عسكرية، حيت كاين بزاف ديال الأنظمة كاين كيديرها كاين كيديرها، كل دولة وعندها كل جيش عنده. دار ليه هادي شكون اللي كيديرها أيها المتملق؟ كيديرها بواب العمارة، كيديرها عساس ديال الفيرما، كيديرها العساس ديال الدار، العساس ديال الشركة، كيديرها الباترون ديالو المعلم ديالو ملي كيجي كيدير ليه صباح الخير هاد سيدي سيدي دابا. إذا شوف الفيديو باش تعرف شكون المتملق وشكون الدولة العريقة اللي عندها مقومات الدولة واللي عندها تاريخ عنده 12 قرن ديال الحضارة ديال الدبلوماسية ديال الحروب ديال البناء ديال الفن وديال العلم وديال الدين. حدد كما تشاء. تفرجوا الإخوان وتفرج السي حفصي تشوف شكون هو البواب أو العساس ديال الفيرما كيف يتعامل مع سيده. تفرج. سلام عليكم. الأثناء يدخل ماكرون ويكون في استقباله رئيس الجمهورية كما تتابعون هذه الصور المباشرة.